الله الرحمن الرحيم دمان والسلام يا أصحابته هل كان اسكو تيميد عاوة رنتي عاوة وهبين تاريخية وهبين رنتي في الحديث سوته وهبين رنتي مضن الله حسوه دمان صاحب يا أصحابته رنتي قيمة بضن وحنا نتكلم هذا علينا ليه سيد رنتي قيمة يشرفت له أن نقصه رنتي قريب كشان حفلة تنا عاوة أو رنتي حفلة رنتي وضعت دردرت هذا وأنا مرة بعد مرة تحت ساحة وذي ما دعلينا إياه رنتي عاوة سان وحصي عاوة هبين رنتي أنا قاعدان هاي دالن يرادا أد نقوين سببتوت هاي شخص النقامي ده بارنتي عاوة سقوتينينا رنتي سقوتين كليانا ماها وحاوية عاوة وهبين رنتي شخصي النقامي ده رنتي ويهي مشرح اللبان محان لي هاي دالن يرو وحين الغوية قان واجبات كذا نقذنين سببتو تاي مر حدي شخص نقام إذا أنقا وهن يهمل اللي يبادو تراو كلا أمبا رنتي سمين ترغني ماشي بان معاو كوانا وان مقعي سحوصو وقول إذا عبدو هان قول إذا رنتي وبابا هان أدلنا يرينان رنتي إذا وذا قوحي هاي وشخص رنتي حدوريا وشخص رنتي بلن يرادا رنتي مقعي ما موسكوله رنتي واجب كأنه وحي هاي إن نقوليد عاو سقوتين عشاء نصب إنه إن وسقوتين يدعو ما دام رنتي ودونا يحل رنتي حل كرة حل كيف حل تشوجا حل كده لن يرادا بل تشوجا تاسع عاو رنتي سبب وإن هالك سكون ما إنه ما دام إن لن يرى رنتي هنكي سهملي دي سا عن رمناين عن رنتي قربها كاستعنو قوليد وانين دل يرى وهنلي وحبنا دوني إنه هوشان وقالوا أو كهميني وأنا وح لوجب بهاي أنت ناكل فريد أردن إن أدمت كسوي إذا كم دبا دكان كويس هو شيء دسوق نصا سوكله وهو ترتما أو حقبته دي رجلنا بيدك أنا يدي وده نقول نصا قلت وحوس عدا سومالي لان وحوس عدا قبل كأوضل مقال له بورمي ترتن حقله يا آت يا آت في ربضان إلهي وحنقرش شيئين وإلهي أفضل ذيو أو كقوليسيو أو هوشا سؤال دمي حربي هانا نيجي قوليت استراليا سكون برا نانيا سيجا إن خير أولادا سلاحين إن خير بورما سلاحين نين يرانتي سي أنا وحصو وذا براني شام عاد وذا دجاني ناي إن دات كرير أوضل سفي عن أي قانون وحقبت كيسة نين دل يرى دا عدا مركز تكمل وقت هجان هرمود نكت دل يرى دا قولت وارين أفر فرعون إنه حق بترى باهيها دت ك عن عتك اللهين يكو عتك لبا إن أنا جاي أسيق لبور لبور باهين وكل دبنا يا كشغينيني هسا هاتي تاس ما أهين وكلية إن لبور باهين كشغينيني وحي أمي وقتين هل أن كشغيني رو مرك قارو حا استعمالها كاميروين كيسة ميكروفون كيسة إن تاسين وحي كنت سيسا إن قولت مر البوج علي هاي إن دتك كحرفت حتى قدره ذا إنه عاويه مركا وحلينا هاي النجا حدانو نهاي تشاليد ذا رير أوضل أستراليا وأنو صادور نقولت إن عمام ذا وصار صهرني إن وحن فيلا يا أذيك أنا رير أوضل رير سومالن إن مر هذي النجا صادور نهاي وأن قرني إنه حقبة كيس أستراليا أذيك أنا رير أوضل وقرني إنه حقبة كيس بورما إن عطك وقشوب تان وحن ولينا هاي حل باني إن دار تكود من أكليه أدب هذا ما ستين رنتي وارن تاريخي عاوة إن أنت أنا رن يرى أيد ووي ماذا ولا الكود يسوي تنتو ده وحين تاسك مثلا يسا إن كفر حسن هاي حلك أو كهريو ديجان كأو كسوتشي ده قبل كأوضل سومالي لان وحين دمانت إن أجنهاي قولت أنتو هل كان شو جدلك أستراليا شقوين كوك غبطين dan yarada Soomaaliyeed dhexdeeday tahay community-yada iyo xirfadiisa suxufinimo oo har iyo hameen qofkii dhalinyara oo doonaya wax ku taageeri jiray asagoo aan fiirinayn qabiil iyo qurun dalkeenu ku burburay waxaan aaminsanahay hadii uu tago oo deegaankiisii ku noqdo inuu reer Soomaaliland iyo gobolka Awdal uu ka soo jeedo oo wax badan ka qaban doono waxaan ogahay xirfada oo wadankan ka leeyahay community-yada oo ka soo shaqeeyay inuu uga faa'iideyn doono anoo gobolka Awdal inuu yahay gobolkii aqoonta
gobolkii xirfada ee waxaan rajaynayaa inuu idin farax gelin doono ninkaas annagu waa dooranay waxaan u rajaynayaa guuleed guul iyo inuu najiido fiican halkaa ka heli doono waxaa caaw sharaf noo ah inaan maanta ka soo wada qayb galno walaalkeen guuleed cabdiwahni oona u sharaxan musharax xildhibaan ah ayana sharaxan Somaliland especially gobolka Borome oo Oodal walaalkeen caawa waxaa meeshaas ku wada imaanay aan soo wada garab istaagnay ayaa waxay tahay hoosha iyo howlkarka aan ku naqaano u magaaladan ka sameynay waxa dhammaanteen halkan xafladdan caawa iga duwan tahay xafladihi kale maxaa yeelay xafladdan waxaan caawa sugutaynaa nin dhalinyaro ah oo innaga ina ka mid ah aad iyo aad baynu dhalinyarada xilligan ru ahaantii aynu leyd u nahay waxayd inaan dalka hoggaankiisa aynu la wareegno guuleed waa nin la soo tijaabiyey dad badan ayaa sharxay waa nin aqoonyahan oo dhallinyaro ah waa nin activista ah waa nin qurbaha muddo ku noolaa oo maantay wax daaradda iyo aqoonta uu halkan ka arkay gudbin kara dalkiina horumar gaarsiin kara asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu dhammaan waxaan salaamayaa dhalata qiimaha badan leh kasoo qayb gashay kulanka qiimaha badan waa aad iyo aad baa u mahadsantihiin kasoo qayb gasheen kulanka sabootinta ay ku sagootinaysaan runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida quruxda badan ee dhiirigelinta ka muuqato ay iga soo qayb gasheen kulankani inigoo waxa weyn taageero iyo walaalnimo iyo midnimo intabay muujinaya haddii ilaahay idhaahdo waxaan u tartami doonaa booska maxay ilaahday in xildhibaannimo ee golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland dadka ku nool 145 dhalinyaro dhalinyaradu waxay u baahan tahay isbeddel buu baahan tahay ummaddu waxay u baahan tahay isbeddel qiimo leh oo laga bedelo dadka la bedelo ma laakiin fikirka la bedelo hanaanka maamul la bedelo hab u socodka la bedelo la muujiyo ilbaxnimo aqoon daacadnimo iyo wadajir la muujiyo sidoo Soomaaliland baahan tahay insha Allah waxaan ka shaqeyn doonaa wadajirka iyo wada xaybnimada Soomaaliland ka shaqeyn doonaa dhalinyarada dhalinyarada Soomaaliland waxay u baahan yihiin cid codkooda ku dhex muujisa barnaamijka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan noqon rajaynayaa inaan noqdo dhalinyarada qofka ugu da'da yaraa ee Soomaaliland soo noqdo xildhibaan baa insha Allah Ilaahay kariim ku haweenaa noqdo waxa weey tartan cusub waxa weey waa jawi cusub ee Soomaaliland bilaabi doonta Soomaalinimadu de adaa Soomaaliland aan la kaftamee ummada Soomaaliyeed ma naxbin oo Soomaalida Soomaaliland markaan ugu joogno ummada Soomaaliyeed waan jecelnahay ummadeedii laakiin waxa ku kala duwanahay waa fikirka hoggaaneed iyo waxa weey siyaasadeed ummada Soomaaliyeed waa walaalahayo wadada dhaqan wadaagno diin wadaan dhalasho wadaan dhig wadaagno wax kasta wadaagno wadaan islaanahay laakiin siyaasadu way ku kala duwanahay anigu waxa laba wadan oo Soomaaliyeed oo jaar inaan ahaano halka inuu ka jecel yihiin laba wadan oo mideysan taasi waa taas ku dheeraan maayo guuleed ahaan waxa ugu dhashay fikirkan isaga inaan noqdo xildhibaan u tartamo adigu ogno dhib badan yahay anigu og tartanka adag yahay anigu og in waxa weey dad fara badan ay mucaarad noqon doonaan laakiin waxaan door biday inaan tusaale nool u noqdo dadka Soomaaliland dhamaantood si ay ugu deedan u tuso inay tartami karaan noqon kara xildhibaan waxa weey hanka yeelan karaan sidoo saaxiibkay sheegay karuur hadal badan haan buuxsho haddii hadalka bashar uu baa warantii badin maayo waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan ku maasaantii ka soo qayb galkeena anigana hadaan guuleysto waxaan ka shaqeyn doonaa si dheerto u heli lahayd munaafacaad kuwa ka maqan waxaan ku hel doonaa afka dheerto Soomaaliland baan ku hel doonaa afka Soomaaliland baan ku hel doonaa waxaan ka shaqeyn doonaa si ummada dheerto u heli lahaayeen iftiin ay ku deedaan iyo hoggaan ay ku soo hirtaan waxaan maasaantii afta sooliyo sanaag tagayo obeya daya sar togdeer subaxo obeya